بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله حيكون شباب درسنا عليه موضوع الفيو. موضوع الفيو، الفيو اللي هو العرض، يعني كيفية عرض البرزنتيشن متاعك انت، باش يعني اكثر من طريقة من طرق العرض. هذه كل طريقة عندها ميزات وتساعدك في الشغل بتاعك انت. يعني الطريقة النورمال انه حيبين لك الشرايح بوضعين، وضع الديزاين اللي هو التصميم تقدر تخدم شو انت بدك تشتغل في الشريحه، زايد حيبين لي شو ثاني هنا، حيبين لي السلايد المكونات للبرزنتيشن تاعي او الشرايح المكونات للبرزنتيشن. بهي شو الفرق بينه وبين الاوتلاين؟ الاوتلاين هو في الواقع بين لي الشرايح زي تو بالشكل هدايا، وبين لي مخطط يبين لي كل الشريحه وش انفصلها من بيانات، الشريحه الثانيه وش انفصلها من بيانات الشريحه، وهكذا العناوين اللي فصلتها، المكونات اللي فصلتها غالبا من داتا مش من اوبجكت. يعني هنا كانه شنو بيقول لك، هنا حنبين لك المخطط نتاع الشريحه باش انت تقدر تشتغل فيه باريحيه بدون ما تضايقك باقي الكومبوننت اذا كان فيها رسومات، فيها اشكال، فيها ديزاين، فيها غيرها. تمام شباب؟ ولهذا تلاحظوا في الشكل الثاني اللي كان فيه تكست بوكس وفيه الاوبجكت هدايا اللي هو الشيب، ما جابهم ليش من ضمن المكونات نتاع الشريحه. السلايد سورتر، هذا الوضع شنو بيدير هنا في الواقع؟ هو شباب في الواقع بين لي كل سلايد مرتبهم لي قدامي، بحيث شباب ان في امكانيه ندير دراج دروب، ننقل شريحه الى شريحه الى مكان اخر بشكل اسرع واسهل في العمل. هذا اسمه سلايد سورتر. النوتس بيج، هذا من العناصر المهمه، وغالبا ما يشتغلوش بها، يعني غالبا ما يشتغلش بها حد يعني الا قليل. النوتس بيج غالبا في البرزنتيشن شنو المفروض يكون عندك انت؟ في كل شريحه عندك عناصر اساسيه في الشريحه، او لو انت حاط الشريحه هذه قدامك مثلا في شروحات لدروس، فتبي تقول في الشريحه الاولى مفروض انا نبدا في العرض الساعه 5 و5 دقائق، عند الساعه 25 دقيقة مفروض نتوقف لسؤال الطلبة، عند الساعة 6 تماما مفروض نتوقف لأخذ بريك، وهكذا. هذه عبارة عن ملاحظات، أو ممكن تحط ملاحظات أخرى، يعني مثلا مفروض نسأل الطلبة الموضوعات الأساسية اللي مفروض نتكلم عليها، مفروض نتكلم عليه أنواع الفيو، مفروض نتكلم، وهكذا. يعني تحط هنا مجموعة من النقاط اللي هي تعتبر نوتس أو ملاحظات لك أنت كبريزنتر باش تبان لك. وطبعا واحدة من الميزات الكويسة في برنامج باوربوينت يمكنك من انك تطبع الشريحة زائد النوتس او الملاحظات اللي تكون موجودة تحت كل شريحة. طبعا هدية مش حتبان في اثناء العرض، ولا لما تدير برزنتيشن شو مش حتبان لليوزر، لكن في امكانية انك تطبعها طباعة وتطلعها تكون عندك قدامك، بحيث ان كل شريحة تكون معروضة تعرف انت شنو النوتس اللي مفروض تقولهم او تنتبه لهم اثناء عرض الشريحه. موضوع الريدنج هدايا يخلي الشرايح قدامك انت وكانها موجوده في صفحه في كتاب، ممكن تكون وضع زي كانها وضع البي دي اف فايل، ولا كانها ملف خاص بعمليات القراءه، بحيث تقدر تنتقل للصفحه التاليه بالشكل هذا كانك تتصفح في كتاب. ردينا لي النورمال فيو، ردينا لي النورمال فيو. اذا قلنا شباب في الفيو ممكن يكون الوضع نورمال رقم واحد، اثنين ممكن يكون اوتلاين، طبعا في النورمال حيكون الشريحه في وضع الديزاين زائد كل الشرائح اللي يحتويهم برزنتيشن. في الوضع الاوتلاين حيبين لي الشريحه في وضع الديزاين صحيح، لكن حيبين لي محتوياتها من بيانات اساسيه دون الخوض في باقي الاوبجكت اللي هم اشكال ورسومات وغيرها. سلايد سورتر حيبين لي الشرايح فقط، لكن ما يخليهمش في وضع ديزاين، ما نقدرش نعدل داخل مكونات شريحه، لكن نقدر ننقل شريحه من مكان الى مكان اخر. النوتس بيج حيبين لي الشريحه ومجموعه الملاحظات اللي ممكن نكتبهم عليهم، لان شباب لاحظوا في النورمال هنا هو هذا النوتس بيج هنا، هذا هو النوتس بار هنا، هذا اللي تقدر تكتب فيه ملاحظاتك، وهذا زي ما قلنا احنا يا شباب مش حيبان اثناء عرض الشرايح، لكن تقدر تطبع انت غير بيبينك بعض الملاحظات اللي ممكن تكتبها على كل شريحه. تمام شباب؟ بعدين هذه الجزئيه الاساسيه اللي المفروض نديرها شباب. بعدين لو انهينا الموضوع هذا يا شباب لازم توقف الفيديو شويه، خلاص خلينا نجرب العروض. الازرار هذه شباب هم نفس الازرار هنا يا شباب، ما
نفس الازرار هني. تمام، سلايد سورتر هديه، وهديه الريدنج، وهديه النورمال فيو، زائد موضوع البريزنت ولا ستارت سلايد شو لي البرزنتيشن بتاعك انت. ان شاء الله باذن الله يكون الموضوع واضح. احنا ما زال ما كملناش الفيو، ما زال عندي فيها موضوعين اخرين باذن الله ان شاء الله نجوهم في المحاضرات الجايه. شكرا، ونتمنى لكم التوفيق شباب.